لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل، سألته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن الزواج من أحد الصحابيين معاوية وأبي الجهم رضي الله عنهما، قال لها: أما معاوية فصعلوك، يعني لا مال له. مش صعلوك يعني بالمعنى عندنا في السودان، لا، وإنما معناها لا مال له. وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني ضراب للنساء أو كذا. فالعلماء كالإمام النووي أخذوا ذا الدليل مع عشرات الأدلة بل مئات الأدلة إنه تغيير المنكر لا يعد غيبة ولو كان فيه رد أو تعرض لأحد من المسلمين، طالما كان قصد الناصح النصيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قبيل كان في درس الظهر لمدرس بهذا المسجد بالبرج الماليزي حسام الزيات، ذكر معلومات في هذا الدرس كثيرة تخالف الكتاب والسنة، وكلام الحمد لله مسجل بصوته لمن أراد أن يتأكد أو يستزيد. وليس غرضنا من هذا والله العظيم الانتصار للنفس أو التشفي أو الانتقام من أحد، وإنما الغرض يا جماعة بيان الحق، لأنه إذا ما بينت الحق ربنا بيلعنك عديل. قال تعالى، وده الدليل على أنه ربنا بيلعنك إذا كتمت الحق وسكت عن الحق وعن الباطل. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا، ربنا قال: وبينوا، ده الشاهد هنا، وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وربنا قال: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وناس الكورة ذاتهم كدخل للدين في البرنامج قناة جون ولا غير ولا غيره، تلقى يجيبوا لك زول لو اثبت له كرافيتا دكتور فلان أو الأستاذ فلان أو عنده ماجستير في الجلد المدورة دي، بيتكلم ساعة ونص عن اللاعب داك ركبته زاغت وضاك ما بعرفه، ولا الجون ده كان أوفسايد، ساعة ونص. لو قلت لهم دي غيبة بقول لك لا لا، ده اسمه نقد رياضي. ففي الدين برضو عندنا نقد ديني، زول أصل للناس معلومات باطلة بين الناس في العامة في الملأ، لابد يرد عليه في الملأ، لكن في بيته هناك تكلم مع نفسه، قفل الأوضة، قال أي حاجة إن شاء الله، قال كفر ذاته. ما يجوز لنا نجي نركب المنبر ده ونقول فلان قال ولا سوى ولا فعل. وكذلك إذا زنى الإنسان، لأن الناس ما معصومين، وقفل نفسه جوا الأوضة ما بزول شافه، حرام تجي تركب المنبر تقول فلان شنو يا جماعة زنى، لأنه دي حاجة عملها بينه وبين رب، ما يجوز تفضح. لكن زول اعتلى المنبر ومسك المايك والميكروفون البرة شغال والجوة وغيره وسمع الحلة كلها وأصل لباطل، ابن تيمية قال هذا الرد عليه واجب باتفاق المسلمين، ذكروا في المجلد رقم 28 من مجموع الفتاوى. طيب قال نمرة واحد، قال بيتكلم عن الصلاة خلف المبتدع والكافر كبير، قال ما يعني ما تترك الصلاة إلا يستبين كفره، والتسجيل موجود. قال: وإذا استبان لك إنه كافر ما تقول له يا كافر إلا ينكر معلوما من الدين بالضرورة، مثل يسب الله ويرمي المصحف. هل ده الكافر فقط؟ هل الكافر فقط الذي ينكر معلوما من الدين بالضرورة يسب الله يرمي المصحف؟ الكفر أنواع كثيرة جدا يا جماعة، أنواع كثيرة. فلو دعا غير الله أو استغاث بغير الله حتى لو ما أنكر معلوم من الدين بالضرورة، بديك سؤال في النهاية ما في مشكلة. طيب بديك سؤال، ما تعمل جوطة بالمسجد، بديك سؤال يا أخي، بديك سؤال يا جماعة، كلامي ده غلط، بديك سؤال، بديك فرصة عشان ما يا كويس، ما هو ده مسجل. طيب خلاص بديك فرصة اعتراض بعد ما انتهي، عشان نتكلم بأدب في المسجد. جزاك الله خير وحفظك الله ورعاك، لكن من آداب المسجد عقب بعد كلامي.
هو قبل لما قال الكلام ده احنا قطعناه يا جماعه. يا اخي الله يهديك يا اخي، الله يفتح، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك ويشرح صدرك يا اخي. الاسلوب ده ما صحيح يا اخي، الله يهديك، الله يهديك، الاسلوب ده ما صحيح. انا بديك فرصه تتكلم. طيب ما ده خلاص. طيب قال اللي ينكر معلومه من الدين بالضروره، الكلام ده كلام باطل ما صحيح. خلاص ليه يا جماعه؟ لانه الكفر بالله، حفظك الله، الكفر بالله مثل ان تدعو غير الله، ما الا تنكر معلوم من الدين بالضروره او تسب الله او ترمي المصحف. ربنا قال ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. ربنا قال انه لا يفلح الكافرون. وربنا قال عن دعاء غير الله سماه شرك، قال ويوم القيامة في نهاية الآية يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن ده كفر بالله. كذلك الكفر بالله ما إلا تنكر معلوم من الدين بالضرورة، الذبح لغير الله كفر بالله، ولا إلا ترمي المصحف أو تسب الله. زول شال خروف بأربعة ومشى القبة بتاعت برعي ولا مكاشفي ضبحها له تقربا له، ده كافر بالله. ما إلا ينكر مثلا يقول الصلاة ما في أو يقول الزكاة ما في، دي من الأشياء المعلومة بالدين بالضرورة، لا ما إلا ده بس، ده كفر. لكن ده برضه شنو يا جماعة؟ كفر. المذهب ده العلماء قالوا ده مذهب المرجئة، قالوا الإنسان ما بيكفر حتى يسب الله أو شنو؟ أو يرمي المصحف أو يسجد للصنم فقط، وده مذهب الإرجاء. والمرجئة هي طائفة خبيثة مبتدعة ضالة رد عليها العلماء. دي المعلومة الأولى. أنا ما عندي مشكلة يعني ناقش زول ولا ناظم، ما عندي مشكلة، ما في حاجة يعني. طيب جيبوا يوم الأربعاء، جيبوا هسا. طيب قال المعلومة الثانية الخطرة جدا برضو، قال فإن تابوا، ده هنا قبيل في الدرس، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ها برضو قل لي ما قال، قال للناس فإن تابوا وأقاموا الصلاة، الله ما قال وشهدوا، قال ولا ما قال؟ قال كده. ليه؟ عشان ينصر المذهب اللي هو الصليه هنا وابى يتوب منه لما رد عليه. وتتذكروا اخونا شيخ ابو بكر هذا هنا انه قال الانسان ممكن يخش الاسلام بالصلاه. كان في احد الاخوه من جنوب السودان جاي هنا يسلم في درس الزياد ده ذاته، خلاص، فقال له ده اسلم، قال له اقعد، قال له مش صليت معانا؟ خلاص الناس جاتوا، المذكرين ومذكرين، الناس جاءوا، كل الناس مذكرين، الناس جاتوا، قام بدا يأصل تأصيلات باطله ما عندها اي علاقه بالدين ولا بالقرآن ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال الإنسان ممكن يخش الإسلام بالصلاة، ما شرط يشهد الشهادتين. وده والله ما قابلنا لا في كتاب دين، لا تاريخ، لا جغرافيا، لا كيمياء، لا فيزياء ذاته. أي زول عارف، أي مخلوق في الروضة قول لي يا أخي الإنسان بيخش الإسلام بشنو؟ بشنو يا جماعة؟ بالشهادتين. في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر وصوم رمضان وحج البيت وصوم رمضان. فالكلام ده باطل، كونه يأصل يومته ويرد عليه وما يتوب يتكبر ويجي الليلة تاني يأصل بالآية دي يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة، الله ما قال وشهدوا، قال للناس الله ما قال وشهدوا، الله قال، لكن أنت ما عارف كيف ما قال. وبعدين الآية دي فسرها لك كده منو؟ الآية دي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده الدليل على إنه زول يخش الإسلام بغير يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بس يصلي بس ولا يشهد شهادتين ويخش توش الإسلام. فسرها لك كده منو؟ جيب التفاسير. طيب قال البغوي فسرها له كده، ده تفسير البغوي. إخواننا مشوا ناقشوه أنا في دكان حق واحد اسمه عماد مهندس هنا، خلاص، فذكر نفس الكلام ده وسجلوه بالصوت عادي، جابوها لان سمعتها كلها والان اسمع على اي زول. طيب قال البغوي قال فان تابوا، الايه رقم 11 من سوره التوبه، ده تفسير البغوي اللي هو بيكذب عليهم. قال فان تابوا يعني من الشرك، من الشرك، واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم، اي فهم اخوانكم في الدين. يبقى تابوا لي يعني شنو يا جماعه؟ قبل الصلاه، قبل الصلاة لابد يتوب من الشرك. وزول بيتوب من الشرك كيف؟ جيب تفسير الشوكاني، دي أمهات، ديل أعلم العلماء في زمانهم وإلى زماننا هذا، وديل فسروا الدين وفسروا القرآن، خلاص. قال فإن تابوا، نفس الآية فإن تابوا، قال الآية يقول إن تركوا اللات والعزى
وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فإخوانكم في الدين، ما في إسلام بغير أشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهدوا أن محمدًا رسول الله. والله يصلي 1000 ركعة وما قال أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله كافر، لو صلى جوا الكعبة ذاته لابد يشهد شهادتين، وده ذاته المعلوم من الدين بالضرورة، وهسه ده أنكره. لكن ما بنكفره لأن التكفير يحتاج إلى شروط وانتفاء موانع. ده أنكر الآن ما علم من الدين بالضرورة. أي زول عارف إنه الإسلام بيخشوا بشنو يا جماعة؟ كده خلي التفاسير دي، بيخشوا بشنو؟ بشهادتين. جيب التفسير اللي بعديه، جيب السعدي. طيب السعدي يقول: فإن تابوا عن شركهم ورجعوا إلى الإيمان بعد ذلك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. والتوبة والرجوع إلى الشرك والإيمان بيكون بشهادتين زي ما قال الشوكاني قبل شوية في التفسير، ده ابن كثير قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال: ولهذا، جاب الآية دي بتشبه الآية دي، قال: ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال، وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته، ونبه بأعلاها على أدناها، فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. يعني أول حاجة شنو يا جماعة؟ عشان تخش في أركان الإسلام أول حاجة شنو؟ الشهادتين، خلاص؟ التي هي حق الله عز وجل، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد للفقراء والمحتاجين، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين. ولهذا كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة، فقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، بعد ذلك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. شهادتين ده الأول حاجة، الله ما بيقبل منك ولا ركعة ولا سجدة ولا تسبيح ولا صيام ولو حجت 500 مرة الكعبة وما شهدت شهادتين. زول كان كافر وقال ماشي حج، اللي قال 20 مليون قال ماشي حج وما شهد الشهادتين، ده يرجعوه طوالي، شهد الشهادتين، شهدتها راح كده. الدين ده مرتب، عشان كده لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أخبرني عن الإسلام. قال له: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره. أول شيء شهادتين. ونحن لما نبين الحق زي نوع ده بيزعل ليه؟ الزول ده قال باطل، ده ما زعل، فرحان، والكلام ده بيغضب الله في السماء فوق. فهمت الكلام ده؟ لأنه ده خلاف الدين ذاته، وده أنكر ما علم من الإسلام بالضرورة، بل أنكر أهم أمر معلوم من الدين بالضرورة، اللي هو شنو يا جماعة؟ الشهادتين يا ناس، أهم من الصلاة شهادتين، أهم من الزكاة. أنكر أهم أمر في الإسلام، ده قاعد يضحك ليه والآن قاعد يكوري لولو كذابي، أو ده التسجيل قلت لك بديك نسمعك لو ليه فوتة. لو أنت عندك حق أنا بفتح لك فرصة، جيب شيخك، جيب شيخه، خليه غالطني إنه الإسلام ده بيدخلوا بغير بوابة الشهادتين، بغير البوابة دي. تعال جيب، والله ما تلقى دليل أديك 500 عام إذا عشتها 500 سنة دليل إنه زول يدخل الإسلام بغير أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جيبه. ما تقول تزعل وتتنرفز ساكت، وناس الكورة بيقول لك خلي روحك رياضية، أنت من ناس الجامع روحك تكون زفت. طيب جيب القرطبي، ده تفسير، أدي كم تفسير ده للعلماء، تاني ما في زول، خلاص. ولا العلم، العلم بكبر عمة وقال العلماء، ما كل زول ممكن يقول كذا، لكن هو ده الكلام، ده العلم، عرفت؟ العلماء اللي قالوا، ما احنا، انا ما عندي اي حاجه ولا عالم، لكن ديل العلماء نقلنا لكم بس نقل. طيب قال القرطبي: قوله تعالى: فان تابوا، اي عن الشرك بعد ذلك، والتزموا احكام الاسلام. احكام الاسلام دي شنو؟ صلاه، صيام، زكاه، حج. لكن تابوا عن الشرك عرفنا معناها، شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. أخوانا لما نشوا ناقشوه هناك في الدكان وسمعت التسجيل كامل واضح، جاب لهم شبهة، قال لهم: يجوز الإنسان يدخل الإسلام بغير الشهادتين. قال لهم الدليل حديث عند البخاري مسجل، هسه تسمعوا لو داير بالميكروفون ده لو بيشغلوا لي ذاته، خلاص. قال لهم الدليل عند البخاري من رواية أنس بن مالك، كمان بالراحة كده بخشوع، قال: إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري: من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فله كذا وكذا، يعني خلاص مسلم. هو قطع الحديث، وهو ده صحيح البخاري بشحمه ولحمه، هو ده خلاص.
ده المجلد رقم واحد، الحديث رقم 391 392 393، دي أطراف الحديث كلها في صحيح البخاري، ما جابوا في غير هذه الثلاثة مواضع في معلم. قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن مبارك إلى أن قال عن أنس بن مالك، نفس حديثه خلاص، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الحديث كده، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هو قام قطع الحديث من وين؟ مسجل، هسه تسمعوا لو داير خلاص تمام مصدق كلامنا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وذكر الرواية الثانية برضو قال وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما للمسلم، وله ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. قطع شنو يا جماعة؟ أول الحديث، أول شنو؟ أول ما من صلى صلاتنا، فهمت الحتة دي؟ أول من أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، دي لأن أرد عليهم، لأنه الإسلام ما بخش إلا بلا إله إلا الله بشهادتين، دي قطع. قام جاب الحديث قال لي روى البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا، ده ما هو الرسول قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم. دي الرواية. الرواية الثانية يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله، أبو حمزة ده أنس بن مالك كنيته كده، قال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما للمسلم. هو قطع الجزية الأولى دي بترى لأنه رد عليه، وده والله إذا ما هوى وبدع تاني ما في هوى وبدع. طيب نلاحظ ملاحظة دي برا الموضوع، ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول لا إله إلا الله وما قال محمد رسول الله؟ قال الإمام ابن حجر العسقلاني قال اقتصر عليها على لا إله إلا الله ولم يذكر الرسالة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مرادة، الرسالة ذات مرادة مع لا إله إلا الله مرادة، كما تقول قرأت الحمد وتريد السورة كلها. ما تقول قريت الحمد يعني شنو؟ السورة كلها، مع أنه كلمة الحمد هي أول كلمة من شنو يا جماعة؟ من السورة، الحمد لله رب العالمين. فقال هي مرادة، فده أول حاجة في الدين تشهد الشهادتين، وده كذب يا جماعة، تكذب على الناس وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام، تقطع كلامه تبتره ويجي هنا يطعن كل مرة شباب ويطعنون في العلماء. أنت قال قصده جنوب الكلام ده، قصده نحن دير كلامنا زي ده، كلامنا الردود بالحق ده بيعدوا طحن وتجريح، وشباب التجريح تقول شايلين فرار، ولا احنا ظريفين جدا، ظريفين خالص خلاص. زول قال غلط بنقول غلط، لا قلنا هنا على ابوه، هسه قلنا يا جماعه، لا قلنا هنا على امه، لا قلنا، ولا عارفين قبيلته، ولا عندنا معه مشكله كده ماديه ضربنا في شيك ولا غير ولا غير، الحمد لله امورنا ماشيه، لكن مشكلتنا معهم في الدين. زول يجي برطع في دين الله ويعمل فيه عالم وهكذا، وسمت العلماء وهؤلاء الشباب. يا شيخنا قول مادتك وما تمشي غادي غادي، ده كله باطل، وده أعظم باطل، كونه ذول ما عرف الشهادتين، صلاة شنو تدرسها للناس ولا أحكام الإمامة؟ الشهادتين دي قبل الصلاة، قبل الإمام ذاته، الإمام ده ذاته شفت لو ما شهد الشهادتين ما يصلي، طلع برا. إذا كان في إمام في أي مسجد عرفته كافر، وقال والله يا أخي أنا دار أسلم لكن بدخل بالصلاة وبصلي بيكم لأنه صوتي جميل، عرفت كلامي؟ أطلع برا ما أصلي، لحد أنت ما دخلت الإسلام، لحد ما تشهد شنو يا جماعة؟ وده مما علم من دين الإسلام بالضرورة. بعد ذلك قال قال في شبهة تانية هنا، قال هنا دي على أخونا مجتبى ده سألوا، فقال لي يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 50 بعد ما الناس قاموا، كانوا واقفين حوالين، أدى الأدلة إنه الشهادتين دي الأهم حاجة، وبيهم بغيرهم ما بتدخل الإسلام إلا بالشهادتين، بعد ذلك الصلاة والصيام والزكاة والحج. قام قال يا أخي في ربنا قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال لي ممكن بعد ما مكتبه قال لي حديث بني الإسلام على 50 شهادتين وكده، قال لي دي أعلى حاجة يعني الزول يدخل بها، لكن ممكن يدخل بها أقل حاجة،
قام جاب الآية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ده شنو يعني؟ الآية دي ما عندها أي علاقة، لكن هو فهمه للآية إنه ذاك نزلت فيه الآية ده أصلا دخل بالسلام، قال الصحابة السلام عليكم فصار مسلم، عشان كده قال بأقل من الشهادتين بالسلام، وذكر الآية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. أديني تفسير البغوي أوريك القصة إيش نزاته، ما فاهمها خالص والله، ده بالشرك. شفت كلامي؟ والآية دي في أقصى الغرب، بل بعد ذاك بمراحل، بعيد جدا الموضوع ده. ده زي واحد قال لي ما دليلك على فرضية الصيام؟ قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء. زي ده مسكين، ما عنده علاقة يا أخي. جيبه خلاص. والآية دي من سورة النساء، يتكلم الإمام البغوي عن سبب نزول أصل، وغير الإمام البغوي قال، قال الكلبي عن أبي صالح، وجاب أسباب كثيرة ده منها، وحشكر اثنين يمكن، عن ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما، نزلت هذه الآية في رجل من بني مرة ابن عوف يقال هو مرداس ابن نهيك أو نهيك، وكان من أهل فدك، وكان مسلما، وكان شنو يا جماعة؟ مسلما. ده قبل القصة ذاته، قبل ما جاء قال للصحابة السلام عليكم. وفي هذه الرواية قام أسامة بن زيد قتله، عشان كده ربنا نزل شنو الآية؟ ده على قول من قال من العلماء إنه ده سبب النزول الأول ده، لكن ده ما موضوعنا، موضوعنا إنه كان مسلم أول حاجة، قال كان مسلما خلاص، وكان مسلما لم يسلم من قومه غيره، فسمعوا بسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تريدهم للغوم، ناسه باقي المشركين من غوم، وكان على السرية رجل يقال له غالب بن فضال الليثي، فهربوا ديل المشركين جماعة الزول ده، هربوا، بقى قاعد براو لأنه هو مسلم ما خايف من الصحابة، وكان قاعد مسلم وحيد في الغريب. طيب جماعة تعرف فضل براو، وأقام الرجل لأنه كان على دين المسلمين، ده تأكيد رقم كم إنه كان مسلم؟ تأكيد رقم اثنين. فلما رأى الخيل خاف أن يكون من غير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما شاف الصحابة جارين بالخيل ما عرفوا، قال يمكن ديل من غير الصحابة، يمكن ناس مشركين جاي يقتلوا أهلي حيقتلوا أنا ذاته حتى لو مسلم، فما قال لهم ديل الصحابة، خاف بعد ذلك. فألجأ إلى غنمه، فألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل، وصعد هو إلى الجبل، فلما تلاحقت الخيل سمعهم يكبرون، جايين ديل سمعهم بيقولوا الله أكبر الله أكبر، فلما سمع التكبير عرف أنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكبر ونزل، فكبر ونزل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قول قول جبريل ذاك ما كان مسلم، هسه بقى مسلم ولا ما بقى؟ بعد ذاك قال السلام عليكم بعد ذاك، فتغشاه أسامة ابن زيد بسيفه وقتله، لأنه حسب الرواية دي صحت خلاص، إنه كأنه قالوا ما أسلم إلا شنو؟ نفاقا، وهو كان مسلم من زمان، وده دليل على إنه ما بزول يعلم الغيب حتى الصحابة ذاته، ما زي كلام البرع لما قال منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن ظاهر، ده كفر بيطلعك برا الدين عديل. والآن أي كومر إلا من رحم الله أو حافلة أو طيارة أو غيره تلقى صورة البرع ملصقة في التلفزيون ملصقة، لأنه بيحمي البيت وبيجيب بركة في السودان، وهو ده الغاز بيجي ب75. طيب ها طيب 100 وفي رواية. طيب فتغشاه أسامة بن زيد بسيفه فقتله، فهو قصده اللي اسمه حسام الزياد ده أنا ما بعرفه كده معرفة شديدة، قصده إنه ده دخل بالسلام، يعني قال السلام عليكم كده شنو دخل، عشان كده رد على منتبة قال لي كون يدخل بالشهادتين دي على حاجة، ممكن يدخل بأقل السلام وذكر الآية، وده كذب ورجل كذاب وده باطل. عرفت كلامي؟ زول يا زول شوف، زول ما يدخل الإسلام ده بالصلاة أبدا، والأدلة ذكرناها. أزيدك، عبد الله بن أبي بن سلول كافر ولا مسلم؟ كافر. بنص الآية ربنا قال ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. دي نزلت في ابن أبي بن سلول ذاته، عرفت لما مات والرسول كان داري يصلي عليه، والقصة في البخاري نزل فيه والله قال كافر، لكن ربنا قال عنه وباقي المنافقين اتباعوا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بيصلوا ولا ما بيصلوا في مسجد الرسول
ثاني أفضل مسجد على وجه الأرض الصلاة فيه بألف صلاة ولا ما بصلوا؟ وفي مسجد الرسول، والرسول إمامه، يعني إمام الصلاة مش إمام المنافقين، إمام الصلاة. دي نمرة ثلاثة. نمرة أربعة، يذكر الله لكن قليل، وبيقوموا إلى الصلاة. الليلة في مسلمين قاعدين في البيت ما بيجوا الصلاة، ده منافق. والله قال إنهم كفروا 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 بالله ورسوله، كافر. وكان شنو يا جماعة؟ بيصلي. فالصلاة ما بتدخلك الإسلام، براها. هو شهد الشهادتين لكن كان نفاقا، عشان كده ذاتها ما دخلته. خلي كمان تقول لي ما هي شهادة كله كله، ولو شهد الشهادتين ونفاقا ما دخل لسه، وصلى وشهد الشهادتين نفاقا وصلى ومشى الحج وزكى وأدى المساكين وصام وغيره، كافر. ما حد يتحلها كيف؟ فهذا ده كلام باطل. بعدين يا جماعة الزول لما نرد عليه، العلماء قالوا كده، السلف قالوا، تيجي تقول لي جزاك الله خير بصرتني بعيبي، والناس ذي كلهم كان حيحملوا سيئاتي أنا لأنه أنا ضللتهم، فجزاك الله خير رفعت عني الإثم بإذن الله، بعد إذن الله عز وجل وبارك فيك. السلف كان بيقولوا كده. عشان كده عمر بن الخطاب يروى أنه كان يقول رحم الله امرئا أهدى إلي، شنو يا جماعة؟ عيوبي. ونحن القدامات دي قاعد نغلط كثير والله، لكن بنبادر بشنو يا جماعة؟ بالتوبة والرجوع. لكن زول يركب راس ويمشي يفتش ويقطع حديث رأس الرسول صلى الله عليه وسلم كده بسكين، يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام في البخاري يقول وإن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كفاية غش لأمة الإسلام، كفاية محمد المنتصر الإزيرك شغال في القنوات الصوفي يقول غير الله بيخلق وغير الله بيرزق، ومش غير الله بيرزق، غير الله بيخلق، وتدعو غير الله من الموتى، ويجوز لبس التمائم والحجبات وما شرك، ويجوز تحلف بغير الله، وا 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 وا، يقول كفر أبو جهل وأبو لهب ما قالوا. كفاية ذاك الصوفية، أنت كمان جاي بتجين تكذب على الناس؟ كفاية يا أخي، الله يهديك يا أخي، الغاز بقى بمية، نحن ماشيين وين بعد؟ وده كله بسبب الجرائم دي والله. ربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. أي زول عنده كلام، عنده اعتراض، كلامي غلط، سبيته، لا لا غيره، قول لي المايك لا يزول. تفضل. نعم. طيب قال التشهد، ودي شوفها جابها زيادة ذاته المرة اللي فاتت لما رد عليه الشيخ أبو بكر جزاه الله خير. فقال كده، طيب التشهد ده في أول الصلاة ولا في آخرة؟ في الإغامة، في الإغامة البغيمة الصلاة المؤذن يعني. لو صليت مفردا تقول شنو؟ طيب الله أكبر الله أكبر الإغامة، مش كده؟ طيب الإغامة دي تشهد في البداية ولا في النص؟ لا قدام، في النص مش كده؟ طيب لو زول قال في الإغامة خلى البداية وخلى النهاية، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا قال الله أكبر الله أكبر، ولا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ولا قال كده، بس قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أركاكم نصلي. هل الإغامة دي باطلة ولا صحيحة؟ باطلة. الدليل شنو؟ هذا أفهمك لها بالراحة بالراحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عرفته؟ فكونه كافر وقال الله أكبر الله أكبر دي الله ما بيقبلها، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة دي الله ما بيقبلها، فهمت كلامي؟ نهاية التشهد الإقامة الله ما بيقبلها، فضلت له شنو؟ الشهادتين. وقبل احنا قررنا لو زول قال في الإقامة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله براها الله ما بيقبلها، وده قال براها، ما قال ذاك ما مقبول، لأنه يا دوب دخل في الإسلام بفهمك أنت مش بالإسلام، دخل مش بالفهم الصحيح، أنا أقدر أوقع عليك، يا دوب دخل في الإسلام هنا صح أنت فاهمك؟ ما دخل ليه؟ لأنه الإقامة كلها باطلة، لأنه لو قال براها الشهادتين ونوى بها الإقامة ما نوى الإسلام، الإقامة باطلة، وما نوى بها الإسلام ما دخل الإسلام، وطالع ما دخل الإسلام يبقى الله أكبر الله أكبر في البداية باطلة، وقد قامت الصلاة مرتين باطلة، وطالما دي ودي باطلة يبقى في النص براها الشهادتين باطلة، يبقى ما دخل الإسلام. أوريك لها تاني بمعنى آخر. طيب ده الكلام. أي بعدين ده كله فلسفة باطلة، ما حصل يا شيخ، بمعنى تاني أوريك لها، ما حصل. زول جاء من الصحابة وكان كافر، قدر يسلم الرسول قال له غيم الصلاة، حصل؟ ولا قال له أتبايعني على الإسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حتى بعد ذلك بعلموا الصلاة ذاته ولا إغامته ولا الأذان ولا التسبيح ولا غيره ولا غيره، ده الدين صح ولا ما صح؟ ما حصل.
ما حصل زول جاء قال لي صلاة لتسلم، ما حصل جاء الرسول زول قال له صلي لتسلم، قال له أول حاجة أشهد الشهادتين. وعندك قصة الرجل النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن الحمد، ضماد الأزدي رضي الله عنه قال له إن الحمد لله نحمده ونستعينه وإلى آخر، قال أعد عاد له قال هات يدك ليبايعك على الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، دخل الإسلام. وعندك قصة ثمامة ابن أثال زعيم بني حنيفة، دخل كيف ربطوه في المسجد وبقى النبي لم يأكل من شرب من الناقة بتاعته الصباح المساء، وأي أكل في بيوته التسعة بخموه بيجيبوا له، كان بيأكله كله لما كان كافر، لأن الرسول قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء. بعد ما أسلمك البسيط رجع الباقي، قام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معين واحد. دي قصة الحديثات ده سببه، هو في البخاري. بعد ذاك لما النبي صلى الله عليه وسلم يومي ثلاثة يوم يقول له ما شأنك يا ثمامة، يقول له إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر. بكرة تاني يقول له ما شأنك يا ثمامة، يقول إن تقتل تقتل ذا دم. اليوم الثالث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكو، طبعا سمع الخطب وسمع القرآن بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة الصحابة، فذهب إلى مكان فيه حفير فيه موية قريب من المسجد، فاغتسل وجاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بعد ذلك صلى. يا شيخنا ما بتقدر ما بيزول يغالط أصلا في إنه الإسلام ده ما بيدخل إلا بالشهادتين، دي معلومة دائرة مغالطة. أنا أقول الكلام ده، الكلام ده ذاته غريب، كونه نجيب كتب ونحتاج نأصل ونعرق، ده والله نحن ذاتنا وصلنا مرحلة يعني بعيدة جدا في الانحطاط والله العظيم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، لأنه زول ممكن يجي والميكروفون وعمة وشال وكذا ويجي، كان ده ولا غيره يجي يكذب على الناس يقول لهم يا أخي والله كذا، ويبرطع في الدين ويكذب على النبي وعلى ربنا سبحانه وتعالى. زي واحد جابوه متى مسجد الوالدين، وده يختم بها، اسمه محمد حسين يعقوب، جاءوا من مصر مسجد الوالدين بتاع علامة ابدا، جاء واحد قدم له سؤال قال له يا اخي انت خرجت على الحاكم ذاك السيسي في ميدان الرابعه العدويه وكذا، قال له قال انا مشيت عشان اقول لهم ارجعوا ما تخرجوا عشان ارجعهم، والله كذاب يا اخي جابوه في الاخبار طالع فوق في السيريج، ده محمد حسين يعقوب ذاته، قال لهم اثبتوا اثبتوا نحري دون نحركم ودمي دون دمكم وهؤلاء المجرمين و و و واثبتوا في مكانكم فان هذا في سبيل الله. الجماعه يكبروا او احبوكم في الله للخوارج اللي خرجوا على الحاكم، جايين نكر قال لا انا سلفي وما خرجت انما قلت لهم ارجعوا، هو طلع قال لهم اطلعوا واثبتوا انتوا طلعتوا خليكم قاعدين وده في سبيل الله. يا ناس الناس ما بتخاف زول شيخ ودقنه لهنا ويتغاضى ما يتغاضى من الحوافز وغيره من هنا وهناك يكذب، انا ما بعرف العاضي جنوب البلد دي واجهني ما تكلم بوراي، هو ده المايك بتاعنا ده مفتوح لي زول للجميع، تفضل تعال واجهني ما زي زول الجاط، ده اسلوب العاجز وتفوت عرفت، ده اسلوب العاجز هاك واجهني قول لي والله كلامك ده ما صح، جر الكتاب افتح الصفحه الثانيه القى كلام غير كلامي، كده علم ولا ما علم؟ كده الناس ذاتهم يحترموك، الناس ما بتميزوا عندها عقول الله داليها عرفتها وشرفها بالعقول دي من البهائم، الجوطة دي ما بتنفع. وفي الكورة بيسكتوك ويفكوا كيس صعود في الاستاد، هنا الناس بكوركو ساكت خلاص، فما بينفع كلام زي تعال غالطني عجل قول لي يا أخي كلامك ده غلط، ممكن زول يصلي يبقى توش مسلم طوال غريبة هي عرفت كلامي. الرسول قال شهادة أن لا إله إلا الله. دليل ثاني عن ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال لو انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فانهم اجابوك لذلك ده شرط فاعلمهم بالصلاه. عرفت الكلام ده كيف؟ يعني ما يجوز ادرس الناس الصلاه ذات الا اذا وحدوا الله، ودي مشكلتنا مع نازل واحد ما بيتكلم في الشرك وفي الصوفيه اللي بيوصلوا الشرك وفي التوحيد النظيف ذاك يتلولوا بفوق فوق، واذا جاب التوحيد يقول لك والله التوحيد امر جميل ولا عالم جميل شركه زين. التوحيد وشنو؟ تفسروا للناس اللي بيلبس حجاب مشرك، الرسول قال من تعلق تميمه فقد اشرك، اللي بيدعو غير الله ربنا قال كافر، كلام ده حار لكن ده اللي بيرخص الغاز والله، وده اللي بيخليك تاكل من فوق ومن تحت، ربنا قال لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وربنا قال ومن أصدق من الله قيلا، ربنا صادق ما في أصدق من الله سبحانه وتعالى. الله قال لو نجدت العقيدة تمام التوحيد تمام
لا بتحتاجوا تاني أي حاجة ولا أي تمشوا للأمم المتحدة ولا غيرها. ربنا قال لا أكلوا من فوقي ومن تحت أرجلهم. لكن ده ما بيتكلموا بالتوحيد كلها دروس أكلمها قاعدين كده كلها. حتى اللي بيجي يتكلم يقول لك شرح كتاب التوحيد كلام عام. فقال ابن مسعود عليها خاتم، والخاتم هو الأمر الجيد. والخاتم يا شيخنا ده ما هو تشرح للناس الشرك والتوحيد زي ما الأنبياء كان بيقولوا، القباب، الأضرحة، عبادة الأولياء، عبادة الصالحين، الشيء اللي بيقولوا البرع والصوفية ده الشرك. أنت غايب من شنو؟ الرزق ده ما فوق، فوق في السماء مش فوق هنا، فوق في السماء فوق عند الله عز وجل. والناس تفهم يا أخي، الناس تفهم الحاصل، عرفت؟ وأنا الله 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 خلقني كده، ما بخاف من أي زول. دارت ناظرني أنا جاهز، مش قلت لهم الأربعة بيجي؟ اللي يركز بس يقول دار ناظرني، اللي يركز. عرفت؟ جزاكم الله خير، بارك الله فيك.